السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية في مقر مكتب حقوى ويلنس، مكتبنا للاستشارات الصحية لإعداد خطة هادفة لنشر الوعي لفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن. ما هو الفرق بين الإنسان والجهاز أو السيارة على سبيل المثال؟ السيارة والإنسان بنفس الشيء، السيارة تعتمد على وقود اصطناعية من صنيع الإنسان، هذه الوقود جمعناها بالشامل تحت مسمى واحد، وهذه الوقود لو صنفناها أي زيت المحرك، زيت الفرامل، ماء التبريد الرادياتر، وزيت جميع الزيوت التي تعتمد عليها السيارة لكي تعمل. فعلى سبيل المثال، فإن فقدت السيارة أحد هذه الوقود، على سبيل المثال وقود الفرامل، لا تستطيع تسوق هذه السيارة. أو إذا السيارة فقدت أو نقص الوقود، استنزف بالكامل وقود المحرك، لا يمكن أن تحرك السيارة، فتحترق الماكينة. لذلك السيارة من صنيع الإنسان، الوقود هذه جميعها من صنيع الإنسان، وقود اصطناعية. لكن السيارة في نفس الوقت تحتاج على صيانة دورية وتأكد من وجود هذه الكمية من الوقود. الإنسان بنفس المثل، الإنسان الجسم لكي يعمل بشكل مثالي، بشكل صحيح وفعال كما هو ينبغي عليه، على صحة شاملة الجسدية، العاطفية، العقلية، الروحية، صحة شاملة، فجسم الإنسان يعتمد اعتمادا كليا على وقود. لكن ما هي الوقود؟ هل هي وقود صناعية، الصناعية من صنيع الإنسان، أما وقود طبيعية؟ طبعا جسم الإنسان يعتمد على وقود طبيعية، صنفناها تحت مسمى وقود، لكن بالتحديد هي من المكونات الأساسية للماء الساخن، الماء، الطاقة، الهيدروجين والأكسجين، فهي وقود جسم الإنسان يعتمد عليها، وبالتالي لكي يبقى يحافظ على صحة شاملة الجسم. لأن اكتشف مرارا من قبل أبحاث علمية بأن جسم الإنسان لديها القدرة الكاملة في الشفاء الذاتي والصيانة الذاتية والوقاية الذاتية من الإصابة من الأمراض. على سبيل المثال، الكبد يعمل على تصفية الجسم من السموم، كريات الدم البيضاء تعمل على عملية الشفط أي البكتيريا الضارة وأجسام الغريبة تدخل جسم الإنسان وتعمل عملية تصفيتها وكذا. لذلك الإنسان ليس من صنيع الإنسان، الإنسان فهو يمتلك قدرة هائلة، له مزايا متخصصة معينة بحيث يستطيع يعمل يحافظ على الصحة الشاملة، لكن مع الحفاظ الشامل والكامل للوقود الطبيعية، وهي هذه الوقود التي أهديها له وقت النمو بداخل رحم الأم. يعني الإنسان مجرد تكوين بداخل رحم الأم، يتكون بداخل رحم الأم سائل يسمى السائل الأميوسي، وترتفع حرارة السائل الأميوسي إلى 37.5 درجة مئوية، أي درجة واحدة أعلى من درجة طبيعية للأمة، أي ساخن. وبالنسبة لنوعية هذا السائل فهو يمثل 99% ماء، أي ماء ساخن. لماذا؟ لأن مع حرارة الماء
تبدأ المكونات الأساسية وهي من الماء والطاقة والأكسجين والهيدروجين يتغذى به الجنين وحتى وقت الولادة. لذلك الإنسان حتى يحافظ على الصحة الشاملة الجسدية العاطفية والعقلية والروحية يجب أن يحافظ على جسمه بالكامل من هذه كمية السوائل بشكل كامل، أي العناصر الطبيعية الأساسية التي أستفناها قبل قليل، وبالتحديد الماء والطاقة والأكسجين والهيدروجين. حتى لو نظرنا في دراسة البيولوجية لجسم الإنسان نجد ما هي وظائف الكل من هذه المكونات الأساسية. ماذا يتكون جسم الإنسان من كمية السوائل الماء من حيث جسم الإنسان بالكامل، من حيث أعضاء حتى بعد توزيع أعضاء جسم الإنسان، المخ، خلايا دماغية وإلى آخره، مع كذلك العنصر التالي اللي هو الأكسجين. الأكسجين، ما جسم الإنسان، ما هي وظيفة الأكسجين في جسم الإنسان وحتى أعضاء جسم الإنسان وجزءنا، وكذلك الطاقة والهيدروجين. لذلك جسم الإنسان بحاجة ماسة بأن يتم حفاظ على هذه المكونات الأساسية على غرار صيانة، حفاظ على صيانة السيارة حتى لبقاء على أداء السيارة بشكل فعال وبعيد عن العطل. وهكذا جسم الإنسان للحفاظ على الصحة الشاملة يجب أن تكون على دراية في الحفاظ على هذه المواد المكونات الطبيعية الأساسية لجسمه. نسأل الله تعالى التوفيق لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة.